سامسونج تحبس أنفاسها وتكشف عن موعد نوت 8. كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن موعد إطلاق هاتف سامسونج جالكسي نوت 8 من خلال دعوات صحفية وزعتها على الإعلاميين للحدث الذي ستستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية. سيكون إطلاق نوت 8 في 23 أغسطس المقبل، وهذا أول هاتف تصدره الشركة من سلسلة نوت 7 التي سحبته من الأسواق بسبب احتراق البطارية. وكلف الشركة بالتأكيد بعد هذا الانسحاب خسائر بمليارات الدولارات، وتحبس سامسونج أنفاسها قبل هذا الإطلاق لأنها تسعى لإثبات أن الإصدار الجديد من هاتف جالكسي نوت تجاوز الكارثة الذي تسبب بها سابقا بسبب خلل في تصميم البطارية. طبعا سامسونج نوت 7 زي ما كنا عارفين كلنا يعني سبب فضيحة لشركة سامسونج، يعني كان الموبايل انفجر في أشخاص كثيرين، إنه في مطارات وطيارات منعت إنه الناس يشيلون معاه داخل الطيارة. بالتأكيد الآن دعوات لكل الناس لإطلاق 7 نوت جالكسي نوت 8، فهل حتكون في قوة شرائية كبيرة بعد العيبة الكبيرة اللي كان في نوت 7؟ نعرف آخر من خلال صباح السودانية برضو بعد ما نعرف بعد 23 أغسطس بك إن شاء الله. نعم.